بسم الله والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. وإن يروا آية أي علامة أي دلالة يعرضوا يدور لا معنى من راشا يتربيتي من راشا هاي صحيح. ألا أرى الله ولا شك في رؤيتي له ولا أعظم شأنه وأخشى عذابه وأطمع في مزيد من حبي للأمة هذه ونستأذنه أن نزداد قربا منه سبحانه وتعالى. نعم يعني نرى ذلك ونجتهد في تحقيق ذلك. أما أنتم بما أنكم عكسنا فلا ترون شيئا من هذه الأنوار والحقائق العظام. يقول وإن يروا في حالة يروا الآية كما انشقاق القمر اللي هو إذان باقتراب الساعة يعرضوا يسليتون إكلاك لطلون ويقولوا وشيش يقولوا باش يبروا موقفهم قالوا سحر مستمر هذا احنا توقع لي يا محمد في سحر كان مستمر ماكش مش توقف من السحر ذا خلنا نتفاهموا ودوا لو تدن فيدينون دائما في صدورهم العافينة يتمناوا لو يرخ فيرخوا. أنت تعبد آلتنا يوم ونحن بالمقابل نعبد إلهك يوم وهذه الحيلة هذه ربي اعتبرها مكر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبما أنه نبي وهو خير الأنبياء عليه السلام لابد أن يكون حماية الله وعصمة الله له في المستوى الأعلى. ولهذا الحيلة هذه لم تنطلي على قائدنا المعظم عليه الصلاة والسلام أكلي أي 50-50 منصور ومنصور مستفيد ومستفيد غانم وغانم احنا ما عندناش هذا. اما اسلام هنيئا لك به ولا سمعك كما تشاء ملحد ولا بين بين والا مشرك هذه امورك امورك انت تختار نفسك. احنا ربي اختارنا الدين فقلنا شكرا لك يا رب العالمين والسلام على أهل الإسلام دائما 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 يا رحمن.